كأني كنت بكرهك من الضحكة. اوكي السلام عليكم، مرحبا بكم في ستوري تايم اللي صافي لونطون 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 ما ستوري تايميناش. الحكايه تاع اليوم شويه ديفيرونت على الحكايه دي من قبل وبيزار شويه، كشغل تسمع في ضهر روحك شايف كيفاش. مي كي تفكرت بلي هاد الحكايه صرات كي كان في عمري 16 سنه، دونك عندها بزاف 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 اللي صرات مع زوج صحابي، ديقة كبيره درناها. دونك نورمال نحكيها باسكو دوقا راه عندي قريب 22 سنه ومادام حياتي راهي حاطه. علاش مازلتش نفضح روحي؟ الحكايه كيفاش تبدا؟ الحكايه تبدا باللقيا على قداش عطناش تاع الليل، كنا برا انا وزوج صحابي واللقيا تاقبتنا. دونك بدينا ندورو في الحومه في شراقه، كيما تعرفوا شراقه معروفه بواحد البنيان كبير اللي اسمه القدس. اي بانا ندورو في شراقه وطلعنا من هذيك الجهه، طلعنا سيركوينا القدس مع الاول حبينا ندخلوه، هو في الليل مغلوق حبينا ندخلوه من اللور نتعلقوا فيه فايس هاد راهي صغار كنا حابين نديروهم. دونك كي كنا من اللور سينا بزاف فايس باش ندخلو ما قدرناش. بون ابار انا تعلقت من واحد الجهه هكذايا وقعدت طالع شغل سبايدر مان حتى لحقت دخلت، ما عاود خرجت باسكو خفت لي زاجون يحكموني، لي زاجون سيكوريتي، كنت صغير كنت نخاف. وي متى خرجنا زدنا سيركوليناه طروازيام فوا المبنى هذاك مبنى القدس، ما بدا يحكمنا الهبال، انا كنت رافد بريكي. بعدا دزنا على الجهه تاع اللي تخرج الباركينغ، تسمى باركينغ تحت الارض، بصح كاين منين يخرج على الكوتي هكذا شايف كيفاش، منين يخرجوا طوموبيلات ويروحوا ديورهم. كان كاين اجون قاعد تماك، بصح شنو كان قاعد من الداخل اللي يعس، ما كانش واقف برا نورمالمون. يعني من داك كاينين ثلاثه، بصح هذيك الخطره كان كاين واحد كان قاعد بصح من الداخل، تسمى الطريق ما يقدرش يشوفها، يشوف غير اللي راهو جاي عنده. ايما كملنا حبطنا شفنا بلي كاين اجون، حبطنا كانوا قدام السور واحد 25 صاك بوبال، بالك نقاو القدس هذاك النهار باش انا واش دارو، كانوا واحد 25 صاك بوبال محطوطين هكذايا برا يستناو الكاميو يجي ليهم باش يرفدوهم ويديهم. بيان سير انا تجيني ايدي خارقه للعاده وتجيني ايدي اللي تجي غير البنادم كيما انا. كنت رافد بريكي الور، درت زوج صحابي وقلت لهم هي جماعه واش رايكم نحرق صاك بوبال؟ بون بدات ليدي بنحرق صاك بوبال، ومن بعد اسكالايدات الحاله شويه، شايف كيفاش اسكالادات شويه. دابا راه فيريفيت لي صاك بوبال واش فيهم واش ما فيهمش، وكانوا كاين بزاف منهم اللي كان فيهم البلاستيك، حتى صبت وحده اللي كان فيها واحد قرعه تاع فيلي توكس بصح باينه بلي خلاصت، وفيها لي غوب اللي هكذا تاع بلاستيك بزاف، ما نعرف علاش كانوا رامين بزاف لي كوبلي تاع بلاستيك، كانوا بانوا لي جدد. دابا انا حكمت البريكي قلت له لصاحبي نيميرو 1 روح تشوف عسلي من هيك شفنا لاجون سي جامي طل ولا يشوفنا، وصاحبي نيميرو 2 قلت له عسلي من اللور من التحت سي جامي يجوزك شي واحد يجوزك شي بنادم كان جوا 12 ونص تاع الليل هكذاك. دابا نسي نشعل ما حبش يشعل صاشي، ثقبتو هكذايا فتحتو ورحت شعلت لي كوبلي اللي قدام قرعه في لي بوكس هذيك تخمام شيطان، وشعلت الصاك بوبال هذاك وقلعنا. الحكايه ما تخلصش هنايا، هذا هو المشكل وراه. حنا انا قاعدين كيما دارنا قدامنا لهيك انتيك مريحين قصرو فور كدا، راني قاعد هكذايا وصاحبي مقابلني، وكي نشوف انا من اللور كاين ديور ديور من بعد باش تشوف القدس، راني قاعد نشوف هكذا ما قلت له يا جدك واش بيك لامين واش بيك دور شوف الدخان، واحد الدخان كان طالع في السماء. ايبا بلا ما فقت لروحي انا شعلت صاك بوبال واحد والنار مشات لكاع لي صاك بوبال هذوك ولهبت نار بزاف كبيره. ايبا قلت له ما نطلعو نشوفو ديريكت، هو قال لي لا لا كدا يعرفوا بلي حنا ما نعرفو. قلت له تبعني وما تخاف. طلعنا بصح ماشي طلعنا، حبطنا كونتورنينا شغل كونتورنينا شراقه كدا وحبطنا، درنا روحنا حابطين من ديال ابراهيم، درنا روحنا حابطين من جهه القدس ماشي طالعين ليها، شيون سي جامي شافونا حاطين من ديك الجامع يقول لكش عاود ولا ويقول لك هما. انا حاطين لقينا لي زاجون سيكوريتي يجريو بلي زيكستانكتور من داخل القدس يخرجوا فيهم باش يروحوا يطفوا النار هذيك. انا رحت نضرب طله هكذا، رحت نشوفهم يطفوا في النار داك كش كانت لهبوا، رحت لعند واحد فيهم قلت له عمي واش صاري واش كاين شنو هاد النار. كوفي روحي بيان سير شيطان 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 الله لا شيطان. دار ليا قال لك تشوف يا وليدي ما نعرف شكون كاش طفل صغير هذا كاش دراري ولا مصغر جازو هكذايا شعلوا لي صاكو بلادوما ومشات النار وبزيالي شفناها لو كما شفناهاش كان يلهبت مليح. انا شفت فيها هكذاك ربي يعلم كيفاش شديت الضحك ونجيبها له وحده تاع بعدا صاحبي ما شفتش الضحك مو الضحك بصح كوف روح وشغل دار وراح. باسكو علاش انا درت لاشون قلت له والله ما يحشموا هادو ماي يشعلوا لي صاك بوبال هكذا ما يحشموش كيفاش تشعل صاك بوبال ما خموش لو كان زعما يشعل كاع القدس ولا انا كنت نهضر على روحي. واو ديك الحكايه.
المهم خلاصة الحكاية، قريب شعلت القدس، قريب لهبته مليح مليح مليح. كنت صغير كنت أحمق، كانوا يجوني من داك واحد الأفكار تاع حمقى، أفكار غبية جدا، وكنت نيكزيكوتي، هذاك هو المشكل. مزية والحمد لله ما صرحت حتى حاجة، ما ماتت واحد، ما صرحت حتى عفسة، قراف تحرقوا غير اللي صاكفوا بال، لي زاجون شافوهم قبل ما تمشي النار للبنيان وطفاوهم كاع، وما داك النار ما حركت حتى حاجة بيبليك في حياتي، باسكو فقت لروحي باللي عفسة دونجي بزاف نديرها، ماشي لعب كاع اللعب وداك اللعب. هذه هي الحكاية نورمالمون، خلاصة القولة هذه هي الحكاية خوتي الحساس، باش عاشكم ما تفكر يحكمني الضحك. بون لازمنا دوكا بوزا باش تعرف التصويرات على الفيديو باش تطيري مليح، باش ندير روحي زعما نبكي. نورمالمون هكذا بشويه موديفيكاسيون تكفي، نورمالمون جيب لي فيو. اوكي نتلاقاو في لا بروشين فيديو ان شاء الله، على خير انت سبسكرايب. باي ميرج، اشرو تريكوات باي. What? My merch Red Mean is becoming relevant. My merch Red Mean is so relevant that I got 5 designs to choose from. It's still available, baby. Order now. Right freaking now. الأسعار معقولة. Contact Red Mean Shop في انستغرام صح.